الحراك الشعبي العارم بمضمونه السياسي الواعي الذي تعيشه البحرين لم يكن وليد حالة انفعالية أو لحظة ارتجال، ولا بصورة رد، ولم يأتي بصورة رد فعل متأثر إيجابا بالربيع العربي، وإن كان هناك تعاط متبادل بين ساحات هذا الربيع الذي غطى مساحة واسعة من المنطقة العربية. حراكنا الشعبي ليس حادثا اليوم، ولم ينتظر يوم ولد فيه الربيع العربي، ولم ينتظر يوم ولد فيه الربيع العربي، إنه سابق على هذا اليوم بزمن طويل، ومنذ بدأ لم يتوقف، وخلفيته شعور عميق بكرامة الإنسان بناه الإسلام وغذاه ولا يزال يغذيه، ورفض قاطع من هذا الدين القويم الذي يتمسك به شعبنا لكل أنواع الظلم، لكل أنواع الظلم والقهر والعسف والإذلال، والإذلال بغير حق يمارسه إنسان في حق أخيه الإنسان. خلفيته ظلم طال، طال واستشرى وتجذر وتجذر، وتعامل مهين من الحكم مع هذا الشعب، ويأس من الإصلاح والتغيير من دون هبة عامة وتضحيات. وهذه الخلفية ليست الخلفية المهتزة التي تتأثر سلباً وتسقط بالضربات والمفاجآت ليسقط ويتوقف كل ما ينطلق منها. إنها خلفية تضمن الاستمرار للحراك مهما كانت التقلبات. إن وعيك بأن قيمتك في عزك وكرامتك وحريتك يمنع عليك أن تقبل البقاء الذي يأخذ منك العزة والحرية والكرامة، فضلاً عن أن تجد له عوضاً آخر مما في أيدي الناس. والإسلام لا يرى الحياة في الذل حياة، ولا الموت في عز بموت. وليس أكبر من ذل أن يحرم امرؤ أو شعب من النظر في أمر نفسه واختيار خط حياته، وأن تقوم إرادة غيره مكان إرادته في تقرير مصيره وتحديد وجهة نظره مع بلوغه ورشده وحكمته. شعب وعى ذاته، أدرك قيمته، آمن بحقه وحريته، انتفضت إرادته، عزت نفسه، تنبهت غيرته، انتصر على الخوف، هو شعب منتصر. شعب قام لا ليقعد، وركب طريق النصر، ويرفض نهائيا أن يغادره، وتخسر كل الضربات التي تريد أن تنال منه تراجعاً عن هدفه، وقد عرف الكلفة على هذا الطريق، هو شعب منتصر. النصر الأكبر قد حصل، هو نصر ثورة النفوس على ذاتها، على ضعفها، على بعدها عن الله عز وجل، على ذلها. حراك الشعب وثورته من أجل الإنسان الحر القوي المنتصر على نفسه، وهو اليوم موجود على هذه الأرض بكثافة ودرجات عالية. وتحقيق الأهداف الأخيرة واستثمارها استثماراً صحيحاً وتوظيفها من أجل بناء الإنسان سيوسع من وجود الإنسان المطلوب، وسيزيد من رقيه
وتقدمه. والقول بالإصلاح متكرر على لسان الحكم بما لا مزيد عليه، والدعوى بالرغبة فيه مكثفة. أما ما على الأرض فشيء آخر من قتل وتعذيب لا زال يتصاعد، ومحكومين ظلما لا زالوا يرزحون في السجن، ومحاكمات سياسية لا زالت مستمرة، ومداهمات ليلية وغير ليلية، وإغارة على المناطق السكنية لا تتوقف، وإهمال كامل المطالب السياسية، ومفصولين من وظائفهم وأعمالهم، يتلاعب بقضيتهم بنحو من حرق الأعصاب والإذلال. وتوصيات إصلاحية لا تعني الكثير أوصت بها لجنة تقصي الحقائق تقع من تسويف يؤخذ بها من تسويف إلى تسويف، ومن تزييف إلى تزييف، ومن تسطيح إلى تسطيح. في ظل هذا الواقع العملي السيء، تفتقد دعوى الرغبة في الإصلاح كل قيمتها، ولا يكون لها محمل على الجد. يطلب لهذه المسيرة من الناحية العملية ألا تكون مسيرة جمعيات سياسية فحسب، وإنما مسيرة شعبية عامة، مسيرة شعب عامة، وأوسع ما يكون، وأوسع ما يمكن أن تكون عليه، شاملة لكل الأطياف وجماهير الشعب الطموحة للإصلاح والتغيير. ذلك لا للمبارزة والاستفزاز، وإنما للتأكيد على أن المطالب السياسية ليست خاصة بشرذمة قليلة كما قد يروج له الإعلام. وأنتم قد أكدتم زيف هذه الدعوة بما لا يدع شكا في كثير من المرات ولزمن طويل، وخاصة في المعام المنصرم وهذا العام. ولكن المطلوب هذه المرة ألا يتخلف عن المشاركة في الحضور أي قادر من رجل أو امرأة. نعم، ألا يتخلف أي قف عن الحضور عن المشاركة في الحضور أي قادر من رجل أو امرأة، من شيخ أو شاب، من كل الأعمار، رداً عملياً منكم أكبر إفحاماً لتلك الدعاوى الزائفة التي تقوم على التضليل وتزوير الحقائق. نريد للمسيرة أن تتميز في كل ما ذكرت من بين المسيرات المنضبطة السابقة، لتؤدي رسالتها المقصودة في التركيز على أن المطالب السياسية والحقوقية العادلة مطالب شعب لا شرذمة قليلة غير معتبرة، وهي رسالة من الضرورة أن تصل العالم كله ويفهمها.